هذا البرنامج برعاية مجموعة إزدان القابضة. أهلا بكم مشاهدين أينما كنتم إلى مسار السوق. الأسواق قد أغلقت أبوابها بطبيعة الحال وهي تستعد ربما للدخول في عطلات العيد، ولكن يبدو أن الطابع والسمة الإيجابية هي الأكثر اليوم في الإغلاقات الخليجية. السوق المصري غائب بطبيعة الحال، لكن الأسواق الخليجية اليوم خضراء في المجمل عاد الكويت بطبيعة الحال وسط أجواء لا نستطيع أن نقول بأنها إيجابية من حيث الوزن، من حيث قيم وأحجام التداول، لكنها كانت إيجابية من حيث الخروج من الصدمة الأخيرة. والأسواق الإماراتية كانت إيجابية أيضا اليوم وأنهت هذا الشهر على مكاسب. إذن كما ذكرت طيب، الأسبوع كان نوعا ما إيجابي بالنسبة للأسواق الخليجية التي أنهت وطلعت من صدمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وسوف نلقي نظرة أيضا على الأداء النصف السنوي وإغلاقات هذا الشهر بالنسبة للأسواق الإماراتية بعد قليل. إذن ينضم إلينا أيضا ضيفنا في الاستوديو السيد فادي الغطيس، رئيس التنفيذي لشركة ثينك للاستشارات الفنية. أهلا وسهلا بك. نعم، إذن مشاهدينا بدءا دعونا نتابع أبرز وأهم العناوين في هذه الجولة. الأسواق الخليجية تنهي النصف الأول من العام الجاري وسط موجة من التحديات. الإماراتية تكسب نحو 5% والقطري يفقد ما يقارب 4%. وفي أخبار الشركات، الإماراتية للأغذية المتحدة تستحوذ على 20% من أسهم الإمارات للمرطبات. إذن بدءاً دعونا نتابع هذه المسارات عبر هذا العرض عبر الشاشة. زميلة حفيظة البشاري، ضعينا في صورة أكثر كيف كانت الأسواق اليوم وأدائها الإيجابي. نعم طيب، إذن سوف نلقي نظرة في أولى في هذه الحلقة حول التداولات وأيضا أداء الأسواق الإماراتية. فأولا سوف نبدأ مع مؤشر سوق دبي خلال هذا اليوم، وأيضا سوف نلقي نظرة على الأداء السنوي والأداء الشهري للمؤشر. إذا ما ألقينا نظرة على الأداء بالنسبة لسوق دبي المالي، الأداء بالنسبة لجلسة الخميس لاحظنا على ارتفاعات مع نهاية قرب نهاية الجلسة، وارتفع المؤشر بقرب 21 نقطة المئوية، أضاف حوالي 39 نقطة. الأداء كان عرضي على امتداد الجلسة، لكنه مع النهاية لاحظنا بعض العمليات الشرائية وبالتالي رفع المؤشر. ماذا عن أداء الشهري لمؤشر سوق دبي المالي خلال هذا الشهر؟ إذا ما ألقينا عليه النظرة كان طبعا على بعض التذبذبات، لاحظنا يرتفع إلى أعلى القمم قرابة 3380 نقطة، ثم يعود أيضا مع قرب نهاية هذا الشهر وفي حدود في تاريخ 19 من هذا الشهر كان بأداء على بعض التراجعات، لكنه يحاول العودة إلى المكاسب في يوم 25 من هذا الشهر. لكن الأداء الإجمالي مع نهاية هذا الشهر هو بتراجعات للمؤشر، حوالي 4 نقاط فقط يفقدها ويتراجع بقرابة 10 النقطة المئوية في أدائه الشهري. ماذا عن أداء 3 أشهر بالنسبة لمؤشر سوق دبي المالي؟ إذا ما ألقينا نظرة بالنسبة لشهر ماي كان على أداء إيجابي خلال شهر ماي، ولاحظنا ارتفاعات بالنسبة للمؤشر وقاربت مستوى 3600 نقطة، لكنه عاد وتراجع مع نهاية طبعا الأشهر الأخيرة والشهرين الأخيرين، ولاحظنا أداءه العرضي طبعا في ظل غياب المحفزات، انتظار لنتائج الشركات، التغيرات القوية في الأسواق العالمية، تراجع أيضا بالنسبة لمكاسب أسعار النفط، فلاحظنا شهية التداولات في الأسواق الإماراتية تتراجع، وبالتالي أيضا المحافظ تحاول تغيير مراكزها مع نهاية هذا الشهر، وبالتالي تراجع الأداء بالنسبة لثلاث أشهر لسوق دبي المالي بحوالي 44 نقطة. ماذا عن أداء النصف الأول من هذا العام بالنسبة لسوق دبي المالي؟ إذا ما ألقينا نظرة من بعيد يبدو الأداء على أنه ما يميل إلى عرضي أكثر، لكن لاحظنا كما ذكرت بالنسبة لشهر أبريل وشهر ماي مع الارتفاعات التي كانت بالنسبة لأسعار النفط، لاحظنا عودة لشهية التداولات وبعض الارتفاعات التي سجلها المؤشر، وارتفع فوق مستويات 3500 نقطة، لكنه ما عاد وتراجع أيضا بالنسبة لآخر هذه الأشهر، ولاحظنا بأدائه العرضي يعود إلى التذبذبات وأيضا بعض التراجعات بالنسبة لشهر
للشهر الماضي. أيضا كما ذكرت غياب للمحفزات والتذبذبات الواضحة في الأسواق العالمية كانت تؤثر بقوة في شهية التداولات في خارطة التداولات بالنسبة للمحافظ وأيضا خارطة الاستثمارات. لكن على العموم الأداء بالنسبة لستة أشهر هو يعتبر إيجابي بالنسبة لسوق دبي المالي الذي أضاف حوالي 176 نقطة خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام وارتفع بأكثر من 15 نقطة المئوية. ماذا عن سوق أبو ظبي المالي؟ نلقي عليه نظرة في تداولاته لهذا اليوم، كان على بعض التراجعات لكن مع قرب إغلاق الجلسة لاحظنا عودة إلى شهية التداولات وارتفاعات بالنسبة للمؤشر، أضاف حوالي 80 نقطة عند 4497 نقطة. نلقي نظرة أيضا على الأداء بالنسبة للشهر لسوق أبو ظبي المالي على امتداد هذا الشهر. طبعا مع بداية الشهر كان هناك تراجع بالنسبة للمؤشر تمشيا وتراجع الأسواق العالمية، لكن مع قرب نهاية هذا الشهر لاحظنا بعض الحيوية تعود إلى الأداء في سوق أبو ظبي المالي، وأيضا خاصة الجلسة الخرافية بالنسبة لسوق أبو ظبي المالي إثر الإعلان عن خبر اندماج البنكين في سوق أبو ظبي المالي، بنك الخليج الأول وأيضا بنك أبو ظبي الوطني، فلاحظنا زخم شرائي وعمليات شرائية طالت السوق وارتفاعات، وأيضا لاحظنا قيم تداولات فاتت المليار درهم إماراتي عفوا، وبالتالي أداء إيجابي بالنسبة مع نهاية هذا الشهر بالنسبة لسوق أبو ظبي المالي الذي أغلق أيضا هذا الشهر وأضاف حوالي 212 نقطة. ماذا عن أداء بالنسبة لستة أشهر أو لثلاث أشهر بالنسبة لسوق أبو ظبي المالي بدوره؟ كان مع شهر ماي كان على ارتفاعات كما ذكرنا، ارتفاعات أسعار النفط وأيضا بعض الإيجابية التي كانت في الأسواق العالمية انعكست إيجابا على أداء سوق أبو ظبي المالي، لكنه ما فتئ أن تراجع مع نهاية مع بداية شهر جون أو شهر يوليو ويونيو عفوا، ومع نهاية هذا الشهر عاد إلى بعض الارتفاعات الطفيفة طبعا تمشيا والتقلبات في الأسواق العالمية، وبالتالي أضاف حوالي 107 نقاط على امتداد الثلاث أشهر الأولى من هذا الماضية. بالنسبة للأداء نصف السنوي لهذا العام لسوق أبو ظبي المالي أيضا مر بالعديد من التذبذبات، في فبراير كان هناك تراجع قوي بالنسبة لأسعار النفط مع بداية هذا العام، وخاصة أن النظرة مع بداية العام للاقتصاد العالمي ككل كانت نظرة سلبية باعتبار التراجعات القوية في أسعار النفط وأيضا الأحداث الجيوسياسية، كان الكل يتوقع أن تكون هناك بالنسبة للتداولات الاقتصادية أن يكون هناك تراجع في أداء الشركات الاقتصادية، لكن الأداء كان متراجعا بالنسبة لفبراير، لكن بقية الأشهر الثانية سواء مارس وأيضا ماي كان سوق أبو ظبي المالي بأداء إيجابي وأيضا سجل أداء إيجابي مع نهاية الستة أشهر الأولى من هذا العام. استحوذ شركة الأغذية المتحدة المدرجة في سوق دبي على 6 ملايين سهم من أسهم شركة الإمارات للمرطبات، أي ما يعادل 20% من رأس مالها. وكانت الجمعية العمومية للشركة قد وافقت في منتصف يونيو الجاري على خطة التوسع وافتتاح فروع خارج الإمارات والاستثمار بالأسهم داخل البلاد بما لا يتعارض مع النظام الأساسي الخاص بها. إذن أرحب بضيفي هنا في الاستوديو من جديد سيد فاضل الغطيس للحديث أكثر عن أداء الأسواق. دعنا نبدأ بسوق دبي واليوم ارتفاعات، لكن يبدو وتبدو هذه الارتفاعات خجولة سيد فادي إذا جاز لي التعبير أن أسمي، في ظل أحجام تداول ضعيفة، يعني دعنا نسميها، كيف تعلق عليها؟ هل هي خاتمة أسبوع جيدة؟ لا، أنا أعتقد فعلا زي ما ذكرت بشمعة تقريبا تعادل صعود 1% اليوم تقريبا، لكن بحجم تداول يعد هو الأضعف من بالتحديد من بداية شهر 6 تقريبا، عفوا من منتصف 6 كحجم تداول يومي. أعتقد هذا نوعا ما أقرب أن يكون مضاربي. الصعود يمكن كان مدعوم بأسهم ذات وزن جيد زي إمارات إم بي دي، بنك دبي الوطني، إمارات دبي الوطني، وحتى دبي الإسلامي، وإن كان برضو تداوله جيد لكن حجم تداول الإمارات دبي الوطني كان ضعيف، فأعتقد هذا كان نوعا ما استغلال مضاربي. توجه المضاربين برضو على أسهم ذات طبيعة مضاربية زي سهم ماركم، أعتقد هذا التوجه هو
واضح أنه توجه مضاربي. حجم السيولة لا تشفع مع هذا الصعود. دخل السوق في موجة بعد شمعة خروج بريطانيا، وشمعة كانت الأكبر من فترة، دخل في موجة بحركة أفقية. أعتقد أن الحركة هي طبيعية، لازم يكون في دخول مضاربي بعد هذه الشمعة الكبيرة اللي شهدناها. أعتقد هذه الشمعة ما عوضنا تقريبا حتى تقريبا 50 أو 45% من الشمعة اللي دخلت، اللي خرج من التعويض من هاي الشمعة الكبيرة. فأعتقد أنه أنا قراءتي للسوق ما زال أنه هو واضح أنه دخول مضاربي، توجه على أسهم مضاربية وعلى أسهم ذات وزن عالي في المؤشر. نعم سيد فادي، إذا ما ألقينا نظرة على الأداء سواء النصف السنوي وأيضا الثلاث أشهر الماضية بالنسبة لسوق دبي المالي، لاحظنا يسجل بعض الارتفاعات ويكسب بعض النقاط. هل ممكن أن نقول أن سوق دبي المالي بالرغم من أدائه العرضي حاول الحفاظ على مكاسبه وكان في أداء إيجابي، أم أنها ربما تعكس أشياء ثانية؟ لا، هو لو إحنا أخذناها بشكل شهري، الشمعة الشهرية لسوق دبي المالي نسميها شمعة الدوجي، اللي هي تكون عرضية بشكل عام، لكن هي بتكون إغلاق السوق أقرب إنه يكون لافتتاحه. ما بعرف لو برضو هاي عادتي يعني، بس على أساس نوضحها، هاي الحركة الشهرية للأسواق. أعتقد الحركة الشهرية هون واضح إنه إحنا عند القمة العليا، يعني إحنا اختبرنا هاي الضلع الأعلى من هاي القناة الهابطة اللي دخلها السوق من مايو 2014، ودخل في هاي العفوا 2014 ايوه، فدخل فيها. احنا حاليا عند هاي الشمعه، عند هاي المنطقه العليا من هاي القناه، ارجح نزول السوق اعلى من هيك، بس ما اعتقد نوصل لمستويات دنيا يختبر نقاط الدنيا اللي اختبرها في السوق في الفتره الماضيه، ويمكن اورجي الرسمه توضح وين النقاط او الهدف السوق حاليا. لكن هاي الشمعه اللي هي كانت في مي كانت شمعه ضاغطه على السوق بعد شمعات متتاليه في الصعود ذات حجم تداول عالي. هاي الشمعه اللي يسميها دوجي، اللي هي اقرب عند الاغلاق اقرب من تكون من الافتتاح، اعتقد هاي استكمال لعمليه سلبيه للسوق واستكمال لعمليه النزول. لو رحنا على هاي الرسمه، ما بعرف لو المشاهد شايف الرسمة. نعم. أوكي، هاي الرسمة هون بتوضح أنه فعلا السوق، وأنا ذكرتها وما زال يؤكد هاي الرسمة، أنه السوق يتحرك ضمن نطاق أفقي من شهر إبريل الماضي، هو يتحرك بنفس هذا النطاق الأفقي، إحنا بنسميها رأس وكتفين. تكرر عنده الكتفين للمرة الثالثة على التوالي، لعله يمكن يتكرر أو قريب منها المرة الرابعة على التوالي في هذا الكتف الأيسر، لكن ما عاد يصل إلى الرأس، وبالتالي واضح حجم ضعف المستثمرين بالوصول إلى نقاط 3600، ما زال محصور عند نقاط 3400، ورجح في حالة كسر نقاط 3200 اللي اختبرها لثلاث مرات خلال أقل من شهرين تقريبا. لو في حالة كسره هذا اللي يرجحه 3200، نصل إلى هدف الرأس هذا دائما في هذا الشكل، يكون هدفه إلى أسفل الرقبة عند قريب من نقاط 3000، ولعلنا نشوف نقاط 2900. يعني السوق ينتظر المزيد من المحفزات الطيبة للعودة إلى الارتفاع. صحيح، وخاصة يعني هناك من يعرف من أين تؤكل الكتف كما يقولون، ذكرني بالكتف الأيمن والأيسر. مجموعة من المضاربين هم اللي يسيطروا على السوق في هذه الأيام في ظل غياب ربما المحفزات التي تدفع المحافظ للدخول في عمليات الشراء. سنتابع معنا سيد فادي، أرجو أن تبقى معنا، سنعود إليك بعد فاصل قصير، نتابع مسارات الأسواق لهذا اليوم. هذا البرنامج برعاية مجموعة إزدان القابضة. هذا البرنامج برعاية مجموعة إزدان القابضة. إذن نرحب بكم من جديد. الكويت على غير العادة اليوم متراجعة في ظل هذا الارتفاع الشبه جماعي للأسواق الخليجية، نتابع التفاصيل. هذه الفقرة برعاية البنك الأهلي الكويتي.
فإذن مشاهدينا نلقي نظرة على المؤشرات الثلاثة. تراجع سوق الكويت السعري، المؤشر السعري تراجع بحوالي 20 نقطة المئوية، الوزن أيضا تراجع اليوم بحوالي 14 نقطة المئوية، ومؤشر القياديات بضغط من وطني وزين وأسهم قيادية ثانية كان عليها تراجعات، تراجعت بحوالي 3-4 نقطة المئوية. إذا نأخذ تفاصيل أكثر من داخل سوق الكويت، معنا الزميل أسامة رشيد. إذا أسامة أهلا وسهلا بك، وآخر جلسة في هذا الأسبوع، المؤشرات على بعض التراجعات، كيف ممكن أن تصف لنا نهاية هذه الجلسة؟ نعم، الحقيقة الجلسة صارت كما هو يعني متوقع بدرجة كبيرة لولا الإقفالات العجيبة التي جرت في اللحظات الأخيرة. أولا قبيل الإغلاق رأينا عشرات من الأسهم الخاملة تتحرك صعودا، بعضها يعني بمكاسب كبيرة، بعضها بالحد الأعلى. الخليج للتأمين ارتفع 30 فلسا، أغذية تحركت، أسهم كثيرة حقيقة وقطاع واسع من أسهم لا عادة لا نتحدث عنها ارتفعت وسجلت ارتفاعات مفاجئة، وقلنا أن ذلك يعود إلى الإقفالات التي يعني لابد من إقفال سعر السهم عند مستوى معين في ميزانية النصف الأول. لكن في اللحظات الأخيرة قبل دقيقة من الإغلاق رأينا عمليات ضغط بيعية، كميات كبيرة من الأسهم على الأسهم القيادية تحديدا، ملايين بيعت على الأسهم القيادية بمستويات متدنية، وعلى رأسها الوطني الذي يعني جرت عليه تداولات قياسية، اليوم 6,100,000 سهم وتراجع 10 فلوس، وتراجع بنك الخليج، وتراجع بيت التمويل الكويتي، وتراجع أجيليتي، وتراجعت مجموعة الاستثمارات الوطنية، وتراجعت الصناعات الوطنية، الجميع تعرض لضغط بيع كبير في اللحظات الأخيرة. أدى ذلك إلى حوالي 6 نقاط تراجع على مؤشر كويت 15 وتعميق الخسائر. كان مؤشر السعري متراجعا قبل ربع ساعة من الإغلاق في حوالي 16 نقطة، قلصها إلى 6 نقاط ثم أقفل متراجعا ب10 نقاط. الأسهم التي صعدة ظلت على صعودها، لكن الكثير كان متراجع، سيما وأن سهم مثل زيمة يعني بعد النشاط القياسي عليه في الأيام الماضية والمكاسب الكبيرة اليوم سقط سقوطا مدويا بفعل عمليات جني الأرباح. مجموعة المدينة هي الأخرى، السلام وهيتس تيليكوم واكتتاب والمدينة، بعد أيام من المكاسب اليوم تعرضت لجني الأرباح. كما قلت يعني جني الأرباح هو الذي تمكن من صبغ لون المؤشرات في النهاية. بقي جلستان فقط، الأسبوع القادم سيتداول السوق في جلستان وبعدها يغلق حتى نهاية العيد ونعود إلى الأحد الذي بعد، فبالتالي الكثيرون يفضلون التخارج والتكييش والاحتفاظ بالسيولة قبيل العيد. نعم، ونحن نشكرك الزميل أسامة رشيد، شكرا جزيلا على هذه المتابعة، كنت معنا مباشرة من سوق الكويت المالي. هذه الفقرة برعاية البنك الأهلي الكويتي. إذا عودة من جديد لضيفنا هنا في الاستوديو السيد فادي الغطيس الرئيس التنفيذي للثينك للدراسات المالية. الآن يبدو سيد فادي أن الوضع سيستمر على ما هو عليه حتى عطلة العيد وسندخل بعد ذلك في الصيف، لكن تبدو في الأفق محفزات إعلان نتائج الفصل الأول والربع الثاني من العام، إلى أي مدى يعول على هذه النتائج؟ هل في تقديرك من الممكن أن تأتي إيجابية حتى تدعم الأسواق؟ أنا أعتقد يعني هم يمكن العاملين الأساسي اللي ذكرتهم اللي هي فترة الصيف اللي إحنا تعودنا بالغالب في فترة الصيف بيبدأ على الأقل كمية التداول تقل بشكل ملاحظ. صحيح. وبالغالب يعني بيكون مع ضعف التداول يبدأ السوق بعمليات تصحيح أو أقرب إلى النزول، هاي اللي تعودنا عليه. نقطة الثالثة النتائج، سألتني عن النتائج، أنا أتصور لن تكون أفضل حالا من الربع الأول، بالعكس يمكن في بعض قطاعات منها القطاع البنكي تكون نوعا ما ضاغطة على 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 المؤشر. القطاع العقاري أنا ما أعتقد عنده جديد بحيث أنه يسعى في السوق في الربع الثاني، يمكن طبعا الإعمار الجيد فيه أنه ما زال محافظ على نفس الترند وصار أصبح تقريبا 50% عوائد ثابتة، وفي نفس الوقت المشاريع اللي أعلنت في الفترة الماضية كانت جيدة، والتسليم وإن كان نوعا بعض المشاريع تؤخر لكن بشكل عام جيد، يمكن هو الوحيد اللي يخرج من عملية الضغط على القطاع العقاري، لكن القطاع العقاري والقطاع البنكي اللي هم الأساسيين في أسواقنا أعتقد حيكون هم داعم لعملية النزول أقرب أنه يكون داعم لعملية الصعود في فترة بعد العيد.
نعم، ايضا اذا ما ذكرنا، يعني ذكرت انت بعض العوامل التي ممكن ان تؤثر على الاداء، لكن اذا ما تحدثنا عن الاستثمار في المدى المتوسط بالنسبه لاسواق الاماراتيه، هل هذه الضبابيه ربما في الاسواق العالميه تؤثر ايضا على حركه المحافظ التداولات؟ لان لاحظنا مؤخرا عندما يكون هناك خبر، مؤخرا كان هناك خبر اندماج بالنسبه لبنك الخليج الاول وبنك ابو ظبي الوطني، لاحظنا عوده للتداولات، عوده للسيوله، ظهور سيوله جديده في السوق. هل السيولة موجودة لكنها تنتظر فقط عوامل ربما واتضاح ربما بالنسبة لخارطة الاقتصاد العالمي؟ أكيد ما في شك أن السيولة موجودة، ويمكن ذكرت أنت مثال جيد في حالة إعلان الدمج بين فيرست غلف بانك وإن بي دي. أنا أعتقد السيولة موجودة، وعلى المدى المتوسط إلى البعيد أنا أعتقد أنه سوقنا جيد جدا، واعد بشكل كبير جدا، وأي تصحيح أنا أذكره هو على مدى نتكلم عن 400 إلى 500 نقطة، ما أعتقد أنه تتجاوزها بأي حال. وأنا أستبعد أي ترابط مع أسواقنا، أنا من الناس اللي فعلا لا تتضح له أي ترابط بيننا وبين الأسواق العالمية. بالعكس إحنا نستفيد من 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 هاي النقاط، لأنه دبي صارت أو الإمارات بشكل عام صارت مستقطبة للسيولة، ومستقطبة يعني صارت فعليا ملاذ لأي مشاكل موجودة في المنطقة، بتبدأ تتوجه السيولة هيك، وإحنا شفنا في عدة حالات في الفترات الماضية. فأعتقد بالعكس هذا داعم لأسواقنا بشكل كبير جدا. الجيد أنه إحنا بدأنا حتى ننفك من ترابطنا مع البترول، يعني صعود البترول في امبارح، صحيح أنه سوقنا تبعه بشكل يعني نوعا ما يعني قريب، لكن مش زي اللي تعودنا عليه في الفترات الماضية. حتى في النزول الأخير في البترول بعد بعده ما تبعنا نزول بهذا الشكل. فأعتقد فك الارتباط حتى مع البترول أعتقد هذا جيد في الفترة الحالية. لكن هي النتائج، هي الكرت الرئيسي أنا أعتقد اللي حيتضح وحيكون العامل الأساسي. يعني البترول كان معه أسعار الفائدة الأمريكية، وكان معه البريكزيت، هذا الثلاثي الذي كان يرعب الأسواق ويصيبها بحالة من عدم اليقين. لكن هل هذا هو سؤالي، هل تخلصنا من بريكزيت؟ يعني الأسواق الآن تقول أنها تعافت وخرجت من هذه الصدمة بهذه السرعة التي تشاهدها الآن، أم أن تبعات الزلزال لا زالت قادمة؟ لا، أنا أعتقد أنه أكيد ما خرجنا منها، وبالعكس حتى لو بدك تسألني عن الأسواق العالمية وحتى صعود البترول، أنا أعتقد مش مشفوع بشكل كبير جدا بحجم تداول عالي. أعتقد ردة فعل كبيرة، ما ننسى أنه ردة الفعل الأولى أو الصدمة الأولى، لأنه ما كان حدا متوقع أنه هذه النتيجة، كان متوقع أنه يكون الأمور كما هي، لكن الخروج كان فعلا صدمة للكثير. ردة الفعل في الأسواق العالمية أو حتى في 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 فوتسي أو غيره كان ردة فعل مبالغ فيها بشكل كبير جدا، استغلها المضارب أعتقد، واستغل النزول في معظم الأسواق. وهي الحركة اللي احنا شاهدينها حركة عكسية طبيعية جدا بعد هذا الصدمة، وأعتقد أنه أميل لأن نشوف عملية استكمال لعملية الصعود. ما أعتقد أنه خرجنا من 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 هذا الخروج أو من دواعي هذا الخروج في ثلاث أو أربع جلسات. فإذا نحن نشكرك سيد فادي الغديس، رئيس التنفيذي لشركة ثينك للاستشارات المالية، شكرا جزيلا على حضورك وإغنائك لهذه الفقرة. وإذا مشاهدينا نحدث ربما الأرقام في بورصة قطر. طيب، صحيح، قطر خضراء اليوم بطبيعة الحال، نحن نتحدث عن 9980 نقطة، وارتفاعات بأقل من 10 نقطة المئوية. ضيفنا أحمد عقل محلل الأسواق المالية معنا من الدوحة للحديث عن هذا الأداء، ويبدو أنه أداء إيجابي سيد أحمد، لكنه على استحياء يعني، ونحن في خواتيم هذا الشهر المبارك. نعم تفضل. زهد بالدنيا. نعم سيد أحمد، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الدوحة، لكن السوق يرتفع ربما بهذا الارتفاع الخفيف بأقل من 20%، لكن دعونا نتتبع بورصة قطر وأدائها الشهري. ورأينا الكثير من المنعرجات ربما والتراجع الكبير حتى دون مستوى 9700، لكن في نهاية الشهر رأينا أيضا ارتفاعات لافتة، وصل المؤشر إلى أكثر من 9900 نقطة، عاد من جديد بفعل العوامل التي أثرت، عوامل خارجية بطبيعة الحال، وكان البريكزيت وما إلى ذلك. رأينا المؤشر يتراجع ونحن الآن في مستويات أكثر من 9800 نقطة.
لكن أداء مؤشر قطر في 3 أشهر يوضح ربما حجم التذبذبات الكبيرة التي حدثت. يعني هذا السوق لم يسير على الشكل العرضي المطلوب، ورأينا في شهر جون في شهر 6 تراجعات كبيرة حتى مستوى 9500 نقطة يحاول أن يتعافى منها الآن، تخلل ذلك خروج للاستثمارات، لكن يبدو أن المؤشر يحاول الآن أن يسترد أنفاسه بعد الارتفاعات الكبيرة ب10,000 نقطة. إذن أداء المؤشر في 6 أشهر وبعد التراجعات الحادة الكبيرة دون مستويات 8,800 حوالي 8,300 نقطة في ما قبل شهر فبراير، لكن يبدو أن الارتفاعات حدثت خاصة في الشهر مايو وشهر أبريل، عاد بعدها المؤشر إلى التراجع. نعم، وبهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم مسار السوق، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. إذن الأسواق تستشرف العيد باللون الأخضر. هذا البرنامج برعاية مجموعة إزدان القابضة.